فيروس الكبد، واجب على الجميع المشاركة للقضاء على مرض الكبد. مرحبا بالجميع في هذا الفيديو للتحسيس حول محاربة فيروس الكبد. من درى لكانك تعرف أن معدل انتشار فيروس الكبد في بلادنا يناهز 12%؟ هذا الرقم مهم تقبلوه مقبض الجد. لمحاربة هذا التهديد اتخذت حكومة موريتان من خلال وزارة الصحة إجراءات مهمة ومختلفة للقضاء على هذا المرض المعدي. من هذه الإجراءات الأساسية دقت جميع الأطفال حديثي الولادة ضد مرض الكبد، وهذا معناه أنه عند الولادة يا لطفلك يجبر هذه الدقة ساقب يمرق من الطب. وتأكد من اكتمال هذه الخطوة الحاسمة. ينضاف لذلك أن موريتان بنات معهد لمحاربة الفيروسات الكبدية، وهو مؤسسة متخصصة بالتكفل بالالتهابات الكبدية بصفة عامة، بما فيها التهاب الكبد باء المعروف عندنا. الأهم في هذا كامله هو أن الوقاية من التهاب الكبد باء بما فيها الفحص والدقة مجاني. ذاك اللي سمعت، مجاني. واليوم التكفل وعلاج الأشخاص اللي ثبتت إصابتهم بالكبد متوفر في موريتان، والأدوية اللي كان في السابق واعر جبارها حتى على الأغنياء في المجتمع عادت متاحة للجميع ومجانا. إذن القضية فايدة إذا كانك تحمي نفسك وتحمي أقاربك والناس اللي من حولك من مرض الكبد باء. للحصول على المزيد من المعلومات حول هذه الخدمات المختلفة اتصلوا بالرقم المجاني 8151. معا نقدر نكافح مرض الكبد، وبذلك نساهم في تحقيق مستقبل أكثر صحة للجميع. شكرا على انضمامكم لنا. تم إنتاج هذا الفيديو من طرف جمعية SOS النظراء المربون بدعم من شركائها.